في حقيقة خبر صار، والحمد لله أنه المغرب منذ واحد سنة ونص عمل واحد المجهود اللي هو كبير، أولا في لم مسألة ناحية الشرعية ولا ناحية التنظيمية ولا ناحية ديال تحسيس ديال واحد العدد ديال الفاعلين لمحاربة هادشي ديال يعني ديال البلانشيمون ديال 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 الأموال، تمويل المحاربة ديال التبييض ديال الأموال ولا الإرهاب، وعطى هادشي عطى نتيجة، والحمد لله أنه المغرب دابا في واحد المستوى اللي هو يعني كدول الكبرى، واللي غادي يخلي ان الاستثمارات غادي تكون يعني عندها واحد الدفعه قويه في المستقبل، والسمعه والواجهه ديال المغرب يعني غادي تكون جد ايجابيه، وهذا يعني بداته يعني جواب على واحد العدد ديال الهجومات، وحنا فرحانين انه نوصل مخديناها ولكن غادي نحافظوا عليها ان شاء الله في المستقبل.